انه اكيد راح ارجع لهاد، خلينا نشوف. طيب اذا لاحظتم من الدرس الماضي انه كان في نقص في السنوات الماضية، انه ما كنت عادة بحط باللغة العربية، فبعض الطلاب كان عندهم صعوبة، فهالمرة حطيت يلي بدي اياه منكم باللغة العربية، لكن لا أزال اللي بدي إياه كمان الكلمات الإنجليزية تبقى، ما بدي إياها تروح، لأنه الترجمة بتتم برأيي ركيكة، وفي بعض الكلمات من عمليا هي مجرد تعريب لا أكثر، مثل أسماء الخلايا. فهي نقطة حبيت أتكلم فيها. فنرجع لأقسام المناعة المتكيفة adaptive immunity، هي قسمين عادة نقسمها لقسمين، قسم بنسميه السائلة humoral، وسبب تسميتها بالسائلة بسبب سائل السيروم بالدم، والمناعة الخلوية cellular أو cell mediated immunity. سبب التسمية تاريخية، لكن حقيقة لا تعني شيء حاليا، لكن بيتموا بدرسوا الإيمينولوجي هيك بهالطريقة. فلأنه السبب يعني حتى الهيومرال إيمينيتي في خلايا كتير بتكون هي العامل اللاعب فيها، مثلها مثل المناعة الخلوية، والعكس بالعكس، يعني الخلايا المشاركة بكلتي السائلة والخلوية موجودين بالدم، والدم كما نعلم هو سائل. فهي تقسيم أكاديمي ختاماً في حال تطبيقات في العيادة لا تعني كثيراً، لكن عم يحافظوا عليها إلى الآن. المهم، المناعة السائلة تعنى بالميكروبات الخارجية، الميكروبات الخارجية التي تأتي من خارج الخلية extracellular، خارج الخلية. المناعة الخلوية تعنى بميكروبات يلي بتدخل لداخل الخلية، تدخل بداخل الخلية مثل الفيروسات أو مثل الميكروبات المبتلعة. كويس؟ فهذا فارق بين التنتين هام. So extracellular أو intracellular، خارج الخلية أو داخل الخلية. ما هي الخلايا التي تشارك في كليهما؟ المناعة السائلة هي خلايا البي سيلز، أنتم بتسموها الخلايا البائية، خلايا البي سيلز بنسميهم بي سيلز أو بي ليمفوسايتس، ما يفرق. بينما المناعة الخلوية يشارك فيها الخلايا التائية تي سيلز أو تي ليمفوسايتس بقسميهما الرئيسيين أيضا. فعادة الفيروسات تقاوم من قبل خلايا بنسميها الخلايا السي دي 8 أو سي تي إلز باختصار، سايتوتوكسيك، الخلايا السامة، سايتوتوكسيك تي ليمفوسايت. فذول الخلايا هي اللي بتعالج عادة الهجومات الفيروسية أو السرطانات. بينما إذا كان الميكروب مبتلعا من قبل خلايا مختصة، فإن الخلايا التي تقاوم عادة هذا الميكروب تسمى الخلايا المساعدة، هي أيضا خلايا تائية تي ليمفوسايتس، بنسميها هيلبر تي ليمفوسايتس. الآن إذا نظرنا إلى الخلية المحورية في المناعة كاملة، فهي الخلية الهيلبر تي ليمفوسايت، فخلوها بذهنكم. الخلية المحورية في جسم الإنسان حقيقة هي الهيلبر تي ليمفوسايت. ننتقل أيضا الآن إلى ما نسميها الميكانيكية أو آلية الفاعلة في مقاومة الهجمات الميكروبية. عادة في المناعة السائلة
فإن أداة المقاومة لهذه الميكروبات تكون عبر الأنتيبوديز، الأجسام المضادة. هي مهمة الخلية البائية البي لينفوسايتس، إنه ختاما تتحول إلى بلازما سيل، والبلازما سيل هي التي تنتج الأجسام المضادة. بينما في الخلايا في المناعة الخلوية، الهيلبر تي لينفوسايتس، كل اسمها هيلبر يعني خلية مساعدة، فهي تساعد بقية الخلايا في إتمام عملها. يعني الهيلبر تي لينفوسايت تتدخل بالبي لينفوسايت أيضا، تتدخل بالسايتوتوكسيك تي سيلز، تتدخل كمان بالخلية الآكلة اللي هي الماكروفاج، تتدخل فيهم كلاتهم تعطيهم التعليمات. ولذلك أقول إنه الهيلبر تي لينفوسايت خلية محورية في الجهاز المناعي. جيد، فهذا البدنية. كيف آلية التخلص ختاما من الميكروبات تختلف حسب أنواع المناعة المفعلة. عادة المناعة المفعلة، ففي حال الأجسام المضادة، ماذا تفعل الأجسام المضادة عادة؟ سنشاهد مستقبلا لها عدة آليات هي نفسها في التخلص من الميكروبات. فأهم شيء بالنسبة للأجسام المضادة أنه تتعرف على الميكروب بشكل خاص وتحيط به بحيث تحيده. في المناعة الخلوية، الخلية الآكلة تتلقى التعليمات من الخلية المساعدة وتقوم بقتل الميكروب داخلها. طبعا عندما تقتل الميكروب داخلها، هذه الخلية الآكلة الخضراء هنا، هذه الخلية لا تقتل فقط لمجرد القتل، وإنما أيضا لإعطاء تعليمات مستقبلية عن هوية هذه الميكروبات، وهذه سنراها في درس قادم إن شاء الله. بالنسبة للخلايا القاتلة أو السمية cytotoxic T lymphocytes، فهي تقوم بقتل الخلية المصابة، سواء الخلية المصابة فيروسية أو سرطانية، تقوم بقتلها بشكل رسمي، يعني ما فيها معها مزح هاي المخلوقة. فطبعا طبيعة القتل راح نشوف مستقبلا ليست كأي قتل عادة. الهدف من القتل في الجسم المناعي هو أن يكون محتوى، يعني ما بدنا محتويات الخلية تخرج إلى الخارج، نقوم بقتل الخلية بحيث تبقى محتوياتها ضمن كرات صغيرة. فالخلية نفسها التي هي عادة كرة تتقسم إلى عشرات الكرات الصغيرة بحيث يسهل أكلها من قبل الخلايا الآكلة. يكفي هذا بالنسبة لهذا الرسم. فننتقل إلى ميزات المناعة المتكيفة. هناك عدة ميزات. الأولى مسميها specificity and diversity. هذول مثل بعضهم، يعني التخصص والتنوع حقيقة ما يفرق زيادة. ماذا نقصد بالتخصص والتنوع؟ نقصد أن الخلايا البائية والتائية تي لينفوسايتس بي لينفوسايت بتميز بين على الأقل ملايين الجزيئات بشكل آني. يعني حاليا هلأ بجسمكم خلايا تي سيلز والبي سيلز، هدول جاهزين حاليا لمقاومة ملايين الجزيئات الميكروبية، بيعرفوها سلفا، هيك تم تدريبهم. وليس فقط الجزيئات وإنما أقسام منها. ماذا نقصد بالأقسام؟ الجزيء منسميه أنتيجين، القسم من الجزيء منسميه إبيتوب. فالإبيتوب هو جزء من عشرات ربما من الأقسام التي تكون الجزيء. مستقبلات الخلايا التائية والبائية تستطيع التمييز بين هذه جميعا، ولذلك المناعة المتكيفة لا يوازيها في تخصصها أي جهاز آخر. في عندكم
العدد ملايين الخلايا الليمفاوية مختلفة الاختصاص، ماذا نقصد أنه في عندكم ملايين الخلايا الليمفاوية مختلفة الاختصاص؟ تعني أنه حاليا عادة أنا أقوم بإجراء عادة أقوم بإجراء حساب، خلينا نسوي حاليا نحسبه ذهنيا معكم، كم حجم الدم عندنا بالجسم عادة؟ 5 لتر، 5. ما هو عدد الخلايا عادة البيضاء تكون بالمليليتر؟ 10 مليون، 10 مليون بالمليليتر يعني 10 بليون باللتر. فعمليا بجسمكم حاليا يدور بلا توقف، عندكم 5 لتر ضرب 10 بليون، عندكم يعني 5 مليارات خلية تائية أو بائية. كويس، نحن فقط لسهولة الحساب عندكم عمليا 50 مليار خلية بيضاء، 50. خمس هدول 50 مليار هن عمليا خلايا ليمفاوية بنوعيهما التائية والبائية، ما راح نميز حاليا. فعمليا عندكم 10 مليارات خلية، 10. العلماء قدروا انه من العشر مليارات كل 1000 منهم بيتعرفوا على نفس الجزيء، مختصين بنفس، مو بس الجزيء، الابيتوب حتى قسم من الجزيء، هيك اختصاصهم، الله خلقهم هيك حسب آليات معروفة حاليا. فعندكم، فإذا في عندكم كم خلية ليمفاوية بالجسم؟ 10 مليارات. كل 1000 منهم بيتعرفوا على إبيتوب واحد، قسم صغير جدا من الجزيء. فإذا قسمنا 10 مليارات على 1000، يعني بنطلع معنا رقم منين جابوا لما بيقولوا لنا ملايين الخلايا الليمفاوية، لأنه عمليا في عندكم 10 ملايين نوع من الخلايا الليمفاوية، كل نوع بيختص بجزيء ميكروبي صغير الحجم بيعرفه سلفا. هي ميزة التخصص والتنوع في المناعة المتكيفة. هالأمر هذا ما بتشوفوه بهالطريقة بالمناعة المتأصلة أو الطبيعية. كويس؟ ننتقل إلى النقطة الثانية، نظرية انتقاء الخلايا أحادية التخصص بنسميها clonal selection. أنا ما ذكرتها هون، ما موجودة بالكتاب الإنجليزية. فهي نظرية، هي نظرية محورية لفهم آلية عمل الجهاز المناعي، نظرية بنسميها clonal selection theory. clonal selection theory، نظرية انتقاء الخلايا أحادية التخصص. ماذا يعني ذلك؟ يعني ما يلي، إنه أي ميكروب مثلا كوفيد 19، هذا الكورونا فيروس، لما بيدخل على الجسم شو بيساوي؟ عمليا بيختار الخلية الليمفاوية يلي بدها تقاومه، لأنه الخلية الليمفاوية مباشرة راح تتعرف إنه في جسم غريب دخل، فمين اللي راح يتعرف؟ هالألف المختصين فيه. عندكم ملايين، ما هيك اتفقنا انه في عندنا 10 مليارات، 10 مليارات، 1000 منهم مختصين بالكورونا فيروس. فعمليا تلقائيا لما بيدخل جسم ميكروبي على الجسم شو بيساوي؟ بيختار هالألف يلي مستعدين يقاتلوا. فهالألف شو بيساووا لما بيتعرفوا عليه؟ بيتكاثروا. ليش؟ لأنه بدكم جنود، بالألف لحالهم ليقاوموا مليارات الفيروسات ما كافية. فالجهاز المناعي من آليات استجابته الأساسية، حطوها بالذهن، لما نقول أنه والله في عندنا دواء يقوي الجهاز المناعي، ما معنى ذلك؟ معناها أنه بيقوي الخلايا الليمفاوية، هي أحد جوانب التقوية، يقوي الخلايا الليمفاوية على التكاثر. إذا الخلايا الليمفاوية ما بتتكاثر، الجهاز المناعي ضعيف. فمن أهم آليات الجهاز المناعي
أن تتكاثر الخلايا التي تقوم بعملها، الخلايا الدم البيضاء بالذات. يعني حتى كلمة الدم بيضاء غير دقيقة، لأنه بالأصل لونه رمادي، لكن هيك اختاروا. فنرجع لنظرية انتقاء الخلايا أحادية الاختصاص. هالنظرية تقول بأن الميكروبات هي التي تختار الخلايا التي تقاومها. هذه الخلايا عددها محدود، حوالي 1000. فعندما تتعرف على الميكروب تتكاثر بحيث تنتج نسخ مماثلة، نسميها كلونز. كلنا نعرف الكلمة كلون، يعني نسخ طبق الأصل. فالخلايا 1000 خلال يوم أو يومين بصير عددهم مليارات، لأنه مهمتهم مقاومة الهجوم الميكروبي. معظمهم مستقبلا شو راح يصير فيهم؟ راح يموتوا، لأنه مهمتهم فقط قوموا بعملهم. إذا ما ماتوا بصير عندكم أمراض مناعة ذاتية، لازم يموت معظمهم. قسم صغير جدا راح يبقى ويصير خلايا ذاكرة. هذا الأمر ما بتشوفوه إلا بميزات، إلا ضمن المناعة المتكيفة Adaptive Immunity. فنرجع للنقطة، نقطة أساسية في فهم آلية عمل الجهاز المناعي هي الكلونال سيلكشن ثيوري، طبعا مكتشفها يلي صاغها هو استرالي، عالم استرالي بالخمسينات من القرن الماضي، وطبعا اخذ عليها جائزة نوبل، لانه الى الان ما استطعنا كأي نظرية من النظريات تستطيع تأويل الكثير من المشاهدات بشكل مضطرد طبعا. لكن هل هي كافية للتأويل ما نشهد من تعقيدات في عمل الجهاز المناعي؟ طبعا لا، لكن لم يستطع أي عالم آخر أن يقوم بتعديلها مثلا أو دحضها حاليا. فنظرية هامة محورية في فهم آلية عمل الجسم المناعي، الميكروب هو من يختار إحدى هذه الخلايا الليمفاوية لتقاومه. نرجع لنقطة تسمى الريبرتوار، يلي هو مجموع الخلايا المتماثلة، يعني مجموع الخلايا التي تملك مستقبلات متماثلة تتعرف على الجزيء نفسه، نسميها ريبرتوار. فعددها بين 1000 و10,000، أنا أختار عادة كان العدد الأول هو 1000، وتكون كلها تملك نفس المستقبلات. ماذا نعني بكلمة المستقبلات؟ نعني ما يلي، إنه كل خلية من هالخلايا 1000 أو 10,000 على سطحها حوالي 100,000 مستقبل بروتيني يتعرف على هذا الجزيء، حوالي 100,000 على مجموع. يعني الخلية الليمفاوية تشبه الكرة الأرضية إذا صح المجاز، وعلى هذه الكرة الأرضية شجرة، هذول الشجر هن المستقبلات. جيد؟ فكلمة ريبرتوار يعني هو مجموع الخلايا متماثلة الاختصاص التي يتواجد على سطح كل منها عشرات آلاف المستقبلات، كلها تتعرف على نفس الجزيء. لا يوجد خلية لمفاوية تتعرف على جزيئين في آن واحد، لا يوجد. الخلية اللمفاوية مختصة بشكل رهيب، تتعرف فقط على جزيء واحد لتقوم بمقاومته. كويس، فهي نقطة هامة بدنا إياها تتم معكم. في أظن أن إنه برجع كان لازم أكتبها، ما بعرف ليش ما كتبتها. بنرجع لكلمة contraction and homeostasis، نقول إنه عمل الجهاز المناعي مثال على كلمة الهوميوستيسيس، وهي العودة إلى الحالة الطبيعية. هوميوستيسيس تعني العودة إلى الحالة الطبيعية. لا يمكن لاستجابة مناعية أن تستمر في القتال إلى ما لا نهاية، يجب أن تقضي على العدو ثم تعود إلى الجنود، يعودون إلى الثكنات، هيك الواقع. أما يتم الجنود برا في قتال دائم، هذا يتعب الجسم، والجنود نفسهم بيتحولوا بصير بيهاجموا الجسم نفسه، بنطلع بيه
أمراض مناعة ذاتية، فلا بد منهم يستيسد، وراح نشوفها إن شاء الله قريبا كأمثلة عليها ماذا تعني. نقطة الأخيرة وهي non-reactivity to self، تعني أن الجهاز المناعي عادة لا يهاجم الجسم نفسه، يهاجم فقط ما لا يشبه الجسم، فأي جزيء لا يشبه جزيئاتنا فتتم مهاجمته. أما الخلية الليمفاوية أو غير الليمفاوية إذا شاهدت جزيئا من جزيئاتنا على سطح خلايانا، مثلا الخلايا الإندوثيليوم أو الإبيثيليوم، فهدول ما بيهاجمون عادة إلا إذا كان في خلل بالجهاز المناعي. فننتقل إلى نقطة ثانية، هالرسم هذا بيشرح لنا كيفية آلية نظرية الانتقاء اللي سميناها انتقاء الخلايا أحادية الاختصاص، نظرية انتقاء الخلايا أحادية الاختصاص. في بعطينا فكرة هون أنه إذا عندكم خلايا ليمفاوية نوعين مثلا، واحدة مختصة بأنتيجين إكس واحدة مختصة بأنتيجين واي، إذا كان الأنتيجين إكس هو الذي يدخل الجسم فإن فقط الخلايا الليمفاوية المختصة بالأنتيجين إكس هي التي تتكاثر وتقوم بعملها أيا كان ذلك العمل. يعني هون المثال بهالرسم عم يتكلم عن الخلايا البائية، إنه الخلايا البائية لما بتتفعل وبتشوف الجزيء المعادي المختصة اللي هي مختصة فيه شو بتساوي؟ الختام طبعا هو إنتاج أجسام مضادة، بينما الخلايا التائية شو بتساوي؟ بتنتج سايتوكاينات معينة، وكلاهما على فكرة الخلايا التائية والبائية تقوم بالتكاثر. فالتكاثر وإنتاج جزيئات معينة أمر أساسي من عمل الجهاز المناعي. نرجع لنقطة الذاكرة، المناعة المتكيفة تغدو أكثر فاعلية مع التعرض المتكرر للميكروب نفسه، فلابد من التعرض للميكروب بحيث تتذكره. ولذلك عادة بلا خلاف الجهاز المناعي ليكون قويا يحتاج إلى تعرض مقبول للميكروبات، مو تعرض ضخم، ولا الجسم ما راح يحسن يقاوم. لابد من تعرض من الولادة، من لحظة الولادة أن يتعرض بشكل مقبول مو كثيف للميكروبات. السبب حتى الجهاز المناعي يتعرف على هذه الميكروبات ويكون خلايا ذاكرة. شو يعني خلايا الذاكرة؟ خلايا الذاكرة شبيهة بالمؤرخين. المؤرخ لا ينسى عادة، المؤرخ لا ينسى، هو الذي يضع كل الحوادث بتواريخها وتفاصيلها. خلية الذاكرة هي المؤرخ الجسم، مهمتها أن تتذكر الميكروب الذي قاومته منذ 10 سنوات أو 20 سنة. هذه الخلية لا تنسى. ما هي ميزتها؟ ميزتها أنها تكون خلايا نائمة، لا تقوم بأي عمل، فقط تدور في الجسم بلا توقف، فقط تستيقظ إذا شاهدت الجزيء الذي تعرفه منذ سنوات فقط، غير هيك ما بتساوي أي شيء. لذلك يسموها خلايا نائمة أو hibernating. hibernating يعني خلية داخلة بسبات، خلية في سبات، حقيقة في سبات، يعني لا تقوم حتى بإنتاج الكثير من الـ ATP أو غيره. فالخلايا الذاكرة، خلينا نرجع للنص، المناعة المتكيفة تغدو أكثر فاعلية مع التعرض المتكرر للميكروب نفسه، لابد من تعرض متكرر. الاستجابة الأولى وهي الرئيسة بسموها primary response. primary يعني أنا اخترت كلمة أولى أو كلمة رئيسة لأنه الكلمة تعني الاثنتين سوية. الاستجابة الأولى تتم عبر خلية عديمة الخبرة، وهالكلام نحن طبعا عم نتكلم عن شو؟ عن الخلايا الليمفاوية.
الخلية عديمة الخبرة بتكون تتذكروا اسمها بالإنجليزي طبعا نايف، نكتبها نايف. الخلايا عديمة الخبرة هي خلايا لمفاوية ولدت حديثا وتدور في الدم، لكن لم تلتقي بعد بالجزيء التي هي مختصة بمقاتلته، نسميها نايف. كلمة نايف أحيانا تعني أيضا هنا تستخدم بمعنى شخص غبي أو بينضحك عليه بسهولة، نايف. فالسبب أنه بينضحك عليه بسهولة أنه ما عنده خبرة. فأنا اخترت لكم هالتعبير، لاحظته أدق من أنه سميها الخلية الغبية، وإنما خلية عديمة الخبرة. فما شو ما شو يعني عديمة الخبرة؟ يعني لم تلتقي بعد بالجزيء الذي هي مختصة بمقاتلته. طبعا شو قصدي ب هي مختصة بمقاتلته؟ انت عادة ما بتتقاتل مع جزيء، بتتقاتل مع خلية، لكن الجزيئات عادة موجودة على خلايا. فبمجرد تعرف على جزيء موجود على خلية، هذه الخلية انتهى وضعها. الخلايا الليمفاوية أو خلايا الدم البيضاء ما في معها مفاهمة، نظام صارم جدا. مهمتها هي تقوم بعملها، وعملها معروف هو حماية الجسم، فما في معها مفاوضات. ما بتفاوض عادة الخلية المصابة بالفيروس، لا أبدا. الخلية السمية تقوم بقتلها مباشرة بمجرد التعرف، هالأمر انتهى، ما في معه مفاوضات. بينما بالسكندري ريسبونس يلي عادة، خلينا نرجع للاستجابة الأولى. الاستجابة الأولى دخل فيروس مثلا أو ميكروب على الجسم، الخلية الليمفاوية تدور عديمة الخبرة، تدور بلا توقف، فجأة شاهدت الجزيء العدو، فشو بدها تساوي؟ تتعرف عليه وتقوم بمقاومة الخلية العدوة. هالأمر انتهى، هاي الاستجابة تمت وتم القضاء على الهجوم الميكروبي، مش الحال. فإذا هالميكروب إجا مرة تانية شو بيصير؟ مين اللي راح يقوم بمقاومته؟ مو خلية نايف، مو خلية عديمة الخبرة، وإنما الخلية الذاكرة اللي تكونت نتيجة أو يلي بيئت عايشة بعد الاستجابة الأولى. لأنه لا تنسوا الاستجابة المناعية الأولى مهمتها التخلص من الهجوم الميكروبي، بعدها شو بصير؟ معظم الخلايا راح تموت، بيبقى قسم منها صغير خلايا ذاكرة. هالخلايا الذاكرة ما بتموت، بتتمع بالدور نائمة إلى أن يأتي هالميكروب مرة تانية، وقت بتستيقظ وبتقاومه. فلما بيجي مرة تانية بنسميها الاستجابة المناعية الثانية أو secondary immune response. كويس؟ في عنا أمر تاني هو ما يلي. قلنا أنه clonal selection، طبعا الكتاب ما أشار إلها بدقة، clonal selection يؤدي إلى تكاثر أحادي. يعني الانتقاء الأحادي لما الخلية معينة أو هالألف اللي سميناهم متماثلين مختصين بكورونا فيروس أو بأحد جزيئات كورونا فيروس، فهالألف هدولي شو بيساووا؟ بيتعرفوا على الفيروس، بيتكاثروا، فمنسميه أيضا clonal expansion. فأنا خليت هالكلام هوني لأنه ذكر لكم clonal expansion يحدث بعد clonal selection. فالانتقاء الأحادي يؤدي إلى تكاثر أحادي. التكاثر الأحادي لن يحصل إلا بعد الانتقاء الأحادي، أي انتقاء الخلايا المتماثلة بمستقبلاتها ضد جزيء واحد، نسميها clonal selection and clonal expansion. طبعا ماذا يحدث فيما بعد؟ هو تراجع الاستجابة بعد أداء المهمة، ويتم التمييز بين الأجسام، بين الجسم نفسه صاحب الجهاز المناعي وغيره. من نتيجة التمييز
نتيجة التمييز بين الجسم وغيره، فإن خلايا الجهاز المناعي لا تهاجم الجسم لأنها مدربة من وقت ولادتها أنه تميز بين جزيئات الجسم هذا صديق وبين غيره يعتبر عدو. تركت لكم فيديو يوتيوب، راح اتركه لكم تراجعوا، أظنه موجود، راجعوني تبقى إذا غيرت أي شيء. أحيانا بغير بالسلايدات بلحظة أخيرة، لكن أظن لا يزال عندكم بالنسخة اللي بعثت لكم إياها. فهنا ننتقل إلى فهم المناعة الأولى أو الاستجابة الأولى والاستجابة الثانية، أو بتحسن تسموها الاستجابة الرئيسية والاستجابة الثانوية. في الجهاز المناعي إذا لاحظنا على محور السينات عندنا الوقت بالأسابيع، وعلى محور العينات اختاروا أن يحطوا لكم تركيز الأجسام المضادة بالسيروم كقياس للاستجابة المناعية. بإمكانكم تحطوا عدد الخلايا أيضا بدلا من سيروم أنتيبادي تايتر. تايتر يعني تركيز الأجسام المضادة بالسيروم. فنرجع للبرايمري اميون ريسبونس. مثلا إذا دخل جزيء معادي إكس إلى الجسم فإن الخلايا سوف تستجيب. الخلايا سوف تستجيب، تحتاج عادة إلى أسبوع أو أسبوعين لتكون مناعة قوية. يتم القضاء على الميكروب إكس وتعود الاستجابة المناعية إلى وضعها الطبيعي. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الأجسام المضادة يرتفع منسوبها في الدم في السيروم عندما تكون مشغولة بالقضاء على الميكروب، ثم تعود إلى التركيز الأولي قبل دخول الميكروب. فهي استجابة مناعية أولى. الآن لنفترض أنه هالأنتيجين إكس، هالجزيء العدو إكس دخل مرة ثانية، فإن الاستجابة المناعية الثانوية أو الثانية secondary immune response ستكون أسرع وأقوى. فإذا لاحظتوا الخط أكثر انحدارا وأيضا ارتفاعه أكثر على محور العينات، هذا يعني أن تركيز المضادات الأجسام المضادة سيكون أعلى بكثير عندما تشاهد خلايا الذاكرة مرة ثانية الجزيء العدو. إذا ساوينا بنفس التوقيت دخل جزيء ثاني مع الجزيء إكس بالمرة الثانية، دخل جزيء هالمرة جزيء واي معه، الجسم هنا يميز لن يستجيب إلى الجزيء Y بنفس قوة استجابة الجزيء X اللي هي استجابة ثانوية، لأنه استجابة الجهاز المناعي للأنتيجين Y هي استجابة أولى، لأنه لم يشاهده بعد، أو هذا الجزيء Y لم يدخل بعد. الآن إذا أردتم الإكمال الرسم ونستطيع أن نفعل ذلك، إذا أكملنا ودخل الجزيء Y مرة ثانية فستشاهدون أنه راح يرجع يتصرف نفس الشيء. إذا دخل الجسم Y مرة ثانية هنا كويس، وإذا دخل لنفترض أنه الأنتيجين Z أيضا للمرة الأولى، فإن الاستجابة المناعية ستكون كما يلي، ستكون أيضا أولية وهكذا. النقطة من هنا ما عم يظهر عنا الرسم، ما عاد يبين؟ لا بدنا نحل هالإشكال إن شاء الله الأسبوع القادم عندما أرسل لكم الرابط بحيث عدل العدادات من مرة ثانية. أيا كان ما رح نحتاج للرسم. نعود إلى ما يلي. الاستجابة المناعية الأولى، عم تشاهدوا الرسم حاليا ما هيك؟ رقم 1-7 هل هو مشاهد من عندكم؟ الرسم 1-7 مشاهد ما هيك؟
طبعا انا ما إيه تمام. طيب نرجع لتلخيص الرسم. الاستجابة المناعية الأولى تحتاج عادة إلى أسبوع إلى أسبوعين، عادة ربما تبدأ من اليوم الأول من دخول الميكروب، لكن تحتاج بشكل عام تحتاج إلى أسبوع. تقوم بمقاومة الجزيء الميكروبي وتعود إلى الوضع الطبيعي. من يقوم بالعمل هنا؟ الخلايا عديمة الخبرة التي تصبح الآن فعالة. فالخلايا عديمة الخبرة قلنا أنها خلايا لمفاوية لم تلتقي بجزيئها بعد، لكن هون التقت فيه فتتحول إلى خلايا فاعلة نسميها إفكتر. لما بتنتهي من قتال هالميكروب معظمها بيموت وبيبقى قسم صغير جداً نسميه خلايا ذاكرة. فإذا تطور الخلايا الليمفاوية خلال العمل يكون كما يلي: عديمة خبرة، فعالة، ذاكرة. عديمة خبرة، فعالة، ذاكرة، نايف، إفكتر، ميموري. بدكم تتذكروهم بالعربي وبالإنجليزي: نايف، إفكتر، ميموري. راح نلاقي هالتسميات مرة تانية، يعني راح نكررها مرارا وتكرارا. بينما بالاستجابة الثانوية يلي هي انه اجى الميكروب مرة تانية، لذلك سميناها استجابة ثانوية، ليس لانها ليست اساسية وانما لان الميكروب اجى مرة تانية، او الاستجابة المتكررة اذا صح التعبير. في الاستجابة المتكررة من يستجيب عادة؟ خلايا الذاكرة هي التي تقوم بالعمل، ويتم الأمر نفسه. طبعا راح تموت، قسم منها راح يموت بعد القتال، وقسم راح يبقى عايش إلى سنوات وسنوات. الآن ننتقل إلى خلايا الدم البيضاء. كما نعلم الدم عمليا شبه قسمين متساويين، قسم اللي هو سائل نسميه بلازما، والقسم السفلي لما نحن من 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 نستخدم السنترفيوج لما مندور الخلايا بالجهاز بتلاحظوا انه الخلايا تقوم في الاسفل والقسم السائل يكون في الاعلى. القسمين شبه متساويين، الخلايا مع السائل بلازما تقريبا نص بنص. كويس. اذا قمنا بتخثير البلازما فإن العوامل المتخثرة تزال ويبقى السيروم. في نقطة بسموها بافي كوت اللي هي الخلايا الدم البيضاء تكون متواجدة بين خلايا الدم الحمراء وبين البلازما، لكن بمعالجات مختصة وليس بشكل آني. يعني من الخطأ أن نقول أنه خلايا الدم البيضاء إذا دورنا الدم بالجهاز مثلاً إلى 5 دقائق ب 400 أو 800 دورة بالدقيقة، فلن تشاهدوا خلايا الدم البيضاء بين البلازما وبين خلايا الدم الحمراء، لن تشاهدوها. يجب إضافة سائل محدد لفصل خلايا الدم البيضاء. لا، هي نقطة ثانوية ما راح أسأل عنها طبعا لأنه نقطة مخبرية بنحطها على جنب حاليا، لكن فقط للدقة بتكلم عنها. اللي بدنا نعرفه من أنواع الخلايا، وبعتقد راح نوقف راح ن بعتقد بإمكان إنه نتابع. بدنا نعرف أنواع أقسام الخلايا الدم البيضاء بشكل جيد، بعتقد بتعرفوها من دراسة الفيزيولوجي والأناتومي، لكن بنكررها هون. منشأ خلايا الدم البيضاء من خلايا جذعية نسميها هيماتوبويتك ستيم سيلز. هيماتوبويتك ستيم سيلز التسمية غير دقيقة لأنه الخلايا الجذعية تكون متواجدها يكون في مخ العظام. الخلايا الجذعية لها أماكن أخرى لكن بسموها تجاوزاً خلايا جذعية.
الخلايا الجذعية القوية عادة تقوم بإنشاء معظم خلايا الجسم، بينما هذه الخلايا الموجودة في مخ العظام تنشئ فقط خلايا الدم البيضاء والحمراء فقط لا أكثر، ما بتساوي إبيثيليوم ولا فايبروبلاست ولا غيره. لكن الكتب نشأت على هالتعارف أنه نسميها خلايا جذعية. خلايا الجذعية تقسم إلى قسمين أو محورين، محور نسميه مايلويد ومحور نسميه ليمفويد، خلايا ليمفاوية وخلايا مايلوية. عمليا هو مجرد تعريب لا أكثر، فأنا ذاك بخلي الكلمة مثل ما هي مايلويد مايلويد وليمفويد. كل محور بيعطينا أقسام الخلايا الثانية. فعندكم الإريثروبلاست، نستخدم كلمة بلاست عادة للإشارة أنه الخلية بتنشئ خلايا تانية وهي لسه ما أنها ناضجة، لسه قريبة من الخلايا الجذعية كتنوع. ما عندي اهتمام بالبلاست حاليا فما رح أسألكم عنه. المهم أنه نعرف أنه نشوء كل نوع من خلايا الدم البيضاء يمر بعدة مراحل تطور تماما مثل جسم الإنسان. عدد هالمراحل بيكون عادة من 8 إلى 10 أو ربما حتى أكثر. راح أعطيكم، ما بعرف إذا حطيت لكم إياها، ما حطيتها ما في داعي لها، لكن فقط كملاحظة، خلايا الدم البيضاء لتنضج إلى مراحلها الأخيرة بدءا من الخلايا الجذعية تحتاج إلى عدة مراحل تطور تماماً كجسم الإنسان. نحن عم نتكلم فقط عن المراحل الناضجة في ختامها فقط، هذا اللي راح نساوي. فلنبدأ من اليسار. عندكم خلايا الدم الحمراء، المناعيين عادة لا يهتمون بها، فأول شغلة بنساويها عادة لما بيجينا نموذج دم من مريض، أول شغلة بنساويها أنه نتخلص من خلايا الدم الحمراء، إلا إذا كان البحث العلمي متركز على خلايا الدم الحمراء وقتها بنخليها. بس عادة أول خطوة بنساويها هو أنه نتخلص من خلايا الدم الحمراء، فما عندنا اهتمام حاليا فيها كثير، راح نحطها على جنب. عندكم البليتلتس، هي هامة، هي أجزاء من الخلايا وليست خلايا كاملة، أجزاء صغيرة هامة في معالجة الجروح. بليتلتس راح نشوفها مستقبلا ليس بشكل مركز. يلي بهمنا هو الخلايا ذات اللي نسميها جرانيولوسايتس. جرانيولوسايتس، هالخلايا الجرانيولوسايتس هن ثلاثة. الأهم بيناتهم هي خلايا النوتروفيلز، نسميها سبب التسمية هو طريقة معالجتها بعدة دهانات إذا صح التعبير، نسميها stains أو dyes. سبب تسميتها هو طريقة ارتكاسها لدهانات معينة في المخبر، فكمان هي نقطة ليست هامة حاليا. النوتروفيل هي الخلية الرئيسية التي تتواجد عادة عند الهجومات الميكروبية أو أي هجوم حقيقة، ليس الهجوم الميكروبي فقط. يعني مثلا حتى في زراعة الأعضاء أول خلية تتواجد عادة وتأتي إذا في خلل ما بالعضو المزروع ستكون خلايا النوتروفيلز، وهي الأكثر تواجداً في الدم، خلايا النوتروفيل. لها أشقاء لكن ليسوا بهذه الكثرة، يعني النوتروفيلز عادة 70% من خلايا الدم، حوالي 70%. البيسوفيلز حوالي 0.5%، عددهم كثير صغير، نادراً ما نشاهدها على السلايدات. بعدها يأتي اليوسينوفيلز. يوسينوفيلز
أيضا حوالي 1-2% من خلايا الدم البيضاء. كل هدول سميناهن غرانيولوسايتس لأنه في إلهن دوائر صغيرة ضمنهن فيها سموم تستخدمها في القتال. نسمي هالدوائر الصغيرة أو هالكرات الصغيرة داخلها نسميها غرانيولز، ولذلك نسميها بشكل عام غرانيولوسايتس. ما هي مهمة البيسوفيلز؟ هو التحسس. ما هي مهمة اليوسينوفيلز؟ هو مقاومة الديدان، وأيضا تتدخل في التحسس. طبعا هناك خلية أخت لهم لا تتواجد عادة، لا نشاهدها في سلايدات الدم عادة، نسميها ماست سيلز. شكلها شبيه بالبيسوفيلز، شكلها شبيه بالبيسوفيلز، تتواجد عادة بجانب الأوعية الدموية، تبقى هناك لا تدور عادة، تبقى في الأنسجة وتشاهد عادة بشكل واضح بالمجهر الإلكتروني. للأسف ما جهزت لكم، كنت أشاهدها دائما بالمجهر الإلكتروني عادة في الفئران، تتواجد بجانب الأوعية الدموية، الأوردة عادة، الأوردة وليس الشريانات. فهدول الخلايا الرئيسية الهامة كتابعة للمايلويد لينيج أو لمرحلة المايلويد أو قسم المايلويد من الخلايا الجذعية. في إلهون أيضا ابن عم بنسميها بنت عم بنسميها مانوسايتس، كمان تنتج من المايلوبلاست. طبعا الرسم مانو كتير دقيق لكن تتبع لنفس الخط اللي هو المايلود. فالمانوسايتس هي الخلايا تتواجد في الدم بشكل دائم، عددها حوالي من 5 أو تركيزها من 5-8%. هذه الخلايا عندما تهاجر إلى الأنسجة يصبح اسمها ماكروفاجز، فيرجى التذكر يصبح اسمها ماكروفاجز، أو قد تصبح خلايا هامة جدا نسميها دندريتك سيلز أو باختصار دي سيز. هذول الخليتين الماكروفاج والدندريتك سيل بنات عم بينتجوا من المانوسايتس، والمانوسايت بينتجوا من المايلويد لينيج تماما مثل الخلايا النوتروفيل والبيسوفيل والإيوسينوفيل. راح نشاهد عملهم بشكل موسع قريبا، لكن ما هي مهمة الماكروفاجز؟ هي الأكل، التخلص من ليس فقط من الميكروبات وإنما من خلايا معطوبة. يعني عمليا هالخلية هي المكنسة للجهاز المناعي. ماذا عن الدندريتك سيل؟ الدندريتك سيل لها أهمية قصوى في المناعة المتكيفة، لكنها لا تعتبر جزءا من المناعة المتكيفة، تعتبر وسيطا بين المناعة الأصلية أو المتأصلة وبين المناعة المتكيفة innate and adaptive. مهمتها عرض الجزيئات لإعطاء تعليمات للخلايا الليمفاوية، سنشاهدها مستقبلا. هذا ما يتعلق بالمايلويد لينيج أو بقسم المايلويد. ماذا عن قسم الليمفويد؟ الليمفويد أساسي فيه هو الخلايا تي سيلز والبي سيلز اللي تكلمنا عنها، وهناك خلايا أخرى أيضا متواجدة بشكل جيد في الدم حوالي 6%-16% أحيانا، نسميها NK cells. NK اختصارا لناتشورال كيلر، يعني هي الخلايا القاتلة الطبيعية، هي تسميتها NK cells. فالخلايا هي خلايا لمفاوية كبيرة الحجم، تتميز بأنها كبيرة الحجم مقارنة مع التي سيلز والبي سيلز. ما هي مهمتها؟ أيضا لها عدة مهمات سنشاهدها قريبا. تقوم بقتل الخلايا المصابة، وتشبه إلى حد ما
خلايا CD8 تي سيلز اللي سميناها سايتوتوكسيك، فهناك أمور مشتركة بين بعض هذه الخلايا. ما الذي بقي لدينا؟ هناك تمييزات لا بد منها، وهي الخلايا الجرانيولوسايتس بمجموعها وخلايا المانوسايت بمجموعها وما ينشأ منها، كل هذه الخلايا نقول عنها أنها تتبع للمناعة المتأصلة إينيت، بينما خلايا التي سيلز والبي سيلز الخلايا الليمفاوية تتبع للمناعة المتكيفة فقط. ماذا عن الناتشورال كيلر سيلز؟ هذول أيضا يتبعون للمناعة المتأصلة أو الطبيعية إينيت. فعمليا كل هذه الخلايا، خلينا باختصار، كلها عمليا باستثناء خليتين، باستثناء نوعين من الخلايا، كلها تتبع للإينيت إيمينيتي، هي خلايا تتبع للنظام المتأصل. التي سيلز فقط والبي سيلز فقط هي الخلايا التي تقاوم أو تقوم بالعمل تحت مظلة المناعة المتكيفة. هذه التقسيمات يجب أن تبقى، وسنقوم بزيارتها مرة بعد أخرى للتذكير، فيوجد تذكر هذه الأسماء وأين تتبع. طبعا الوضع ما الوقت ما سمح لنا أن نقوم، سأتكلم باختصار قبل أن ننهي لأنه قررنا على انتهاء اليوم، وهو أنه يمكن التمييز، وهي مهمة الهيماتولوجيست اللي بيشتغلوا بأمراض سرطان الدم، بيهتموا جدا بأشكال هذه الخلايا، بتمييزها بدقة وبالتفاصيل. فميزة الخلية النوتروفيل أنه النواة تبعيتها لها عدة أقسام، بينما خلية البيسوفيل النواة تبعيتها إلى قسمين، والكريات الداخلة فيها تكون داكنة. خلية اليوسينوفيل تتميز كمان أنه النواة تبعيتها قسمين فقط، والكريات اللي بداخلها تتلون عادة باللون البرتقالي. هذه الخلايا الثلاث يمكن تمييزها بسهولة. ماذا عن خلية المانوسايت؟ تتميز بأنه النواة تبعيتها على شكل حبة الفاصوليا عادة. طبعا قد يحصل تشابه مع خلايا أخرى، لكن هذا ما نقوله حاليا. ماذا عن الخلايا الليمفاوية؟ ميزتها أنه معظم الخلية هو نواة، السيتوبلازم تبعيتها كتير رقيقة، رقيقة جدا. ماذا عن خلايا الناتشورال كيلر سيلز؟ أيضا تشبه الخلايا الليمفاوية التي سيلز والبي سيلز، لكنها ضخمة، لذلك لها اسم ثاني وهو الخلايا الكبيرة، الخلايا الكبيرة ذات الكريات، هيك بنسميها عادة Large Granular Lymphocytes، باختصار بنسميها LGLs. راح تلاحظوا هناك الكثير من التعابير، الجيد أنه أنكم تحيطوا فيها طبعا حسب ما يسمح الكتاب بذلك. طبعا نحن اخترنا كتاب يكون مختصر، ما راح نتجاوزه. فأظن سنتوقف هنا وسنعود إلى هذه التقسيمات. لا بأس حاليا، يعني أنا ما عندي مانع أنه نبقى على هالحال لمدة ساعة فقط بسبب رمضان. بعد رمضان سنقوم بالتوسع لساعة ونصف إلى ساعتين، ما عندنا حل تاني، لأنه لازم ننهي على الأقل الفصول الثمانية الأولى من الكتاب، 8 من أصل 12. بعتقد راح يكون عندكم إحاطة جيدة بعمل الجهاز المناعي. مو دائما هوني بنحسن ننهي الكتاب، وهذا أمر شبه مستحيل. إنهاء الكتاب يحتاج إلى وقت أكثر من أوقات المحددة للدرس. المهمة الثانية هي مهمتكم أنتم عمليا، يعني حتى لو ما داخل بالامتحان
بعتقد من الهام جدا انكم تدرسوا الكتاب وباللغة الإنجليزية، ما تقتصروا على اللغة العربية، ما تقتصروا على اللغة العربية، لابد من العمل فيه باللغة الإنجليزية، هي لغة العلم حاليا. أسئلتي راح تكون كما يلي، يعني هناك مصطلحات سأبقيها بالإنجليزي، لكن القسم الرئيسي من السؤال سيبقى باللغة العربية، وإن استطعت سأجلب التعبيرين بالعربي والإنجليزي سوية من خلال السؤال. سنقوم بمشاركتكم بعدد من الأسئلة من الدورات الماضية بحيث تأخذوا فكرة كيف تتم دراسة الموضوع. معنا وقت إن شاء الله. سأكتفي حاليا بهالوقت الآن، ونتابع الأسبوع القادم إن شاء الله. إذا في أي ملاحظات ابعثوا لي إياها بالإيميل إن شاء الله وأتم من عالجها. هل هناك أي شيء نحتاج الكلام عنه حاليا قبل أن نطوي الدرس؟ السلام عليكم دكتور، إذا في مجال عطنا المحاضرة العربية للمقرر. المحاضرة أرسلكم يا